زي ما كلنا دايما نقعد نغير على بلدنا كده، نقول طب العظيم اللي حصل في مصر ده اتشاف، العالم حس بيه، العالم شافنا ازاي. كان عندنا ضيوف مميزين من كل دول العالم، سواء كانوا مشاركين او حضور او متحدثين، كل الاشكال ده. لكن كمان الناس شافتنا، الضيوف لما جم شافونا اتكلموا عننا بشكل ازاي. كل الاسئله دي احنا محتاجين نطرحها ونشوف الرصد الحقيقي ليها. هو طبعا كان فرصه ان الناس تشوف انجازات مصر وتشوف تفاعل حقيقي، وتحديدا انجازات مصر في مجال التحول الرقمي. المنتدى عمل رسائل كده غير مباشره لكنها كانت مهمه جدا. اولا ان احنا استخدمنا التقنيات الحديثه، استخدمنا تقنيات الرقميه في كل المجالات، في الاعلام كان عندنا روبوتس بتقدم المعاقمات وكانت بتقدم خدمات للضيوف، كان عندنا منصه افتراضيه. كل حاجه حصلت في المنتدى بتقول ان احنا مواكبين، احنا مش مستنيين نسمع عن الحاجات دي او التطبيقات دي، لكن كمان احنا استخدمناها. لكن انا هيكون سؤالي تحديدا لدكتور حسين امين، استاذ الاعلام الرقمي بالجامعه الامريكيه، عن كيف رآنا العالم؟ هل كل الحاجات دي اترجمت؟ هل شافتها كمان المنصات العالمية ورصدت بشكل كافي قد المجهود الكبير اللي حصل؟ دكتور حسين مساء الخير على حضرتك. مساء النور. مساء الفل. وإحنا عايزين نسأل حضرتك على طول على التأثير أو الصدى أو إزاي رصدت الوسائل الإعلامية وتحديدا منصات التواصل المنتدى والمشاركات والأحاديث اللي كانت فيه برصد مبدئي كده اللي وصل لحضرتك. والله الدراسات الاستكشافية اللي احنا عملناها بتؤكد ان نجاح المؤتمر يعني في الوصول والبلوغ والتأثير في مواقع كثيرة من المواقع الميديا الدولية، سواء ده اتنقل عن طريق شبكات وقنوات عابرة للحدود والقوميات أو شبكات مينستريم دولية أخذت أخبار كثيرة عن المنتدى ونقلتها لشبكات أخرى، أو اتخذت من زي ما سيادتك تفضلتي من المنصة المنتدى الافتراضية إلى مواقع إخبارية خدت من المنصة الأخبار الخاصة بالمنتدى ونقلتها إلى مواقع تانية في العالم. فإحنا قدامنا نقطة مهمة قوي هي شرم الشيخ اللي طلع منها الانبثاقات الكبيرة جدا من وسائل الإعلام الرقمية والشبكة اللي هي لفت العالم بيها، سواء عن طريق النقل المباشر لمواقع أو قنوات خدت منها وعادت بث هذه الأخبار والمعلومات عبر العالم، بالإضافة إلى طبعا الشبكات الرئيسية اللي هي خدت من الموقع أخبار ومعلومات وقدرت اللي هي برضو عن طريق طيب مراسلينها ان هم ينقلوا صورة واقعية عن المنتدى. طيب عايز اسال حضرتك سؤال افتراضي كده، ايه الحاجة اللي حضرتك كنت تتمنى انها في مجال التقنيات الرقمية تبقى حاصلة ومستخدمة في منتدى شباب العالم وتتمنى انها تحصل في المرات اللي جاية؟ ايه الجديد يعني في هذا العالم أو في طرق التواصل العالمي اللي ممكن يفيد فعاليات كبيرة بحجم منتدى شباب العالم أو كل الفعاليات اللي احنا بنبقى فارق معانا جدا قد ما احنا داخليا مبسوطين بيها أنه العالم يشوفنا زي ما احنا شايفين الوضع بشكل داخلي يعني؟ دو أستاذ دينا، العالم شافنا فعلا وتفاعل معانا، هو بس المسائل دي لابد أنها تترجم إلى أرقام مرصودة عن طريق البحوث اللي احنا بنعملها، وتطلع الحاجات دي في يعني دوريات عالمية معترف بيها، على أساس أن الرصد ده هو اللي بيؤكد حقيقة المجهود الضخم والعظيم اللي احنا شفناه. إنما إيه الحاجة بقى اللي أنا عايز أشوفها نفس يعني شخصيا يعني إن في عمليات التحول الرقمي الكبيرة بالخطوات الواسعة اللي موجودة بنحب اللي احنا نشوف تفاعلات أكتر عن طريق النقل المباشر من الحضور اللي هم يعني شباب المنتدى اللي بيمثل العيلة الجديدة للعالم، إنهم يتواصلوا مع
من خلال الأخبار اللي احنا بنتاحها ليهم. يعني هم الشباب دول أنا في تخيلي في العالم الرقمي الجديد هيكونوا صحفيين وإعلاميين بيقدروا ان هم 5000 بلس اللي كانوا موجودين يبقوا بينقلوا الصور كلها للأهل والمعارف والأصدقاء في الأماكن المختلفة اللي هم جايين منها، وبالتالي بيكون عندنا أسرة كبيرة متفاعلة معانا مع المجهودات العظيمة ان الإعلاميين قاموا بيها من خلال المنتدى. ده عظيم جدا يا دكتور، ونتمنى فعلا حدوثه، لانه كمان كانت واحده من الحاجات الجميله والايجابيه اللي في مره من المرات اتفاجئنا كده في المنتدى انه كان قبل كده يعني غير مسموح، او موضوع الموبايل كان مزعج وبيزعج الناس في المحاضرات، لكن كان بقرار جريء جدا فكره انه لا يسمح لكل الشباب باستخدام كل اجهزتهم المحموله، لانه زي ما دكتور حسين قال هو ده الهدف، او ده جزء من الهدف، انه سجلوا واتكلموا وصوروا وسجلوا انطباعاتكم عن الحدث الكبير اللي انتوا فيه لكل بلد انتوا جايين منها ولكل مكان ولكل دايره من دوائركم. دكتور حسين امين استاذ الاعلام الرقمي بالجامعه الامريكيه كان معانا.